ومعنا عبر الهاتف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، القمة العالمية للحكومات واستعراض لما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من تحديات كثيرة واجهتها وتحديات أيضا تواجه العالم الآن، ما بين هذا وذاك، رؤيتك لهذه القمة وتوقيت الانعقاد؟ يعني حضرتك اسمحي لي ان انا اشير بدايه الى ان مشاركه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اليوم في نشاط والجلسات الحواريه للقمه العالميه للحكومات ياتي اولا انطلاقا من ان مصر هي ضيف شرف هذه القمه العالميه للحكومات. مشاركه السيد الرئيس في هذه القمه على راس وفد مصري كبير أولا بيعكس عمق وتميز العلاقات القائمة بين مصر والإمارات واللي شهدت طفرة متميزة للغاية خلال السنوات التسع الماضية في أعقاب تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسؤولية الحكم في يونيو 2014. مشاركة السيد الرئيس اليوم في هذه القمة العالمية فرصة متميزة للغاية. السيد الرئيس حرص خلال مشاركة سيادته اليوم في هذه القمة على عرض التجربة التنموية المصرية والمشروعات التنموية المصرية والنهضة التنموية التي تحققت خلال السنوات الثمانية الماضية في أعقاب عام 2014 في كافة المجالات، في المجالات العمرانية والصناعية والزراعية. وخليني حضرتك أشير هنا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقوم خلال هذه القمة بلقاء والاجتماع مع ممثلي كبريات الشركات العالمية ورجال الأعمال، وذلك في إطار دبلوماسية التنمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيحرص عليها كل الحرص. دبلوماسية التنمية الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكافة ربوع مصر. مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتعكس اهتمام سيادته بعملية التنمية في كافة المجالات والتواصل مع مجتمع رجال الأعمال والشركات والمنظمات الدولية من أجل تحقيق النهضة التنموية والازدهار الاقتصادي المصري. صحيح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان حريص كل الحرص على إبراز التجربة التنموية المصرية في كافة القطاعات والإنجازات التي تحققت في كافة القطاعات خلال الفترة الماضية في أعقاب 2014. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن يعني زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات ولقاء سيادته مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والمشاركة في هذه القمة بيعكس العلاقات الوثيقة المتميزة بين الدولتين والتي شهدت طفرة كبيرة للغاية خلال السنوات الثمانية الماضية. ومن مظاهر كده احنا يعني نتذكر ان حدث حوالي اكثر من 30 لقاء من خلال زيارات متبادله بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات العربيه، وده بيعكس عمق وتميز العلاقات والطفره المتميزه اللي شهدتها العلاقات المصريه الاماراتيه في اعقاب تولي السيد الرئيس مسؤوليه الحكم في يونيو 2014. خليني حضرتك أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور متميز للغاية في دعم ثورة 30 يونيو، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الاقتصاد المصري. وهنا بنلاحظ إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان سيادته حريص خلال مشاركته في فعاليات القمة اليوم على الإشادة بدعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت، دعمهم للاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو وحتى الآن. والسيد الرئيس كان حريص كل الحرص على الإشادة بهذا الدعم من قبل الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كان حريص كل الحرص على إبراز النتائج الإيجابية للإنجازات التنموية التي تحققت في كافة المجالات التنموية في كافة القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية. وهنا حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية، المشروعات القومية التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية التي تحققت خلال فترة حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المشروعات القومية السيد الرئيس أشار إلى أنها نجحت في توفير 5 مليون فرصة عمل ل5 مليون مواطن مصري، وده بيعكس اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنسان المصري وتوفير فرص العمل له وتوفير التعليم المتميز له وتوفير المنظومة الصحية التي تهتم بالمواطن المصري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يلتقي اليوم بمجتمع رجال الأعمال والشركات العالمية من أجل الترويج للمشروعات الاستثمارية والفرص الاستثمارية صحيح. الكبيرة ما دمت حضرتك سيادة السفير لقناة السويس وكذلك في كافة ربوع الوطن. نعم سيادة السفير، ما أشرت إليه وهو أن يعني هذه القمة بالتأكيد بيحضرها عدد كبير جدا من الحكومات على مستوى العالم، أكثر من 150 دولة في هذه القمة. حينما يتم الترويج استثماريا لمصر في قمة كهذه وبالتأكيد بعض الخطوات التي اتخذتها مصر في قطاعات البنية التحتية وما حققته من إنجازات خلال الفترة سابقة وتهيئة مناخ الاستثمار، انعكاس ذلك على الاستثمارات لمصر في الفترة المقبلة. يعني سيادتك، يعني أولا يعني أن مصر يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على تحقيق طفرة متميزة للغاية في البنية التحتية، في مشروعات البنية التحتية والنهضة العمرانية التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية. التطور الكبير اللي تم في مشروعات البنية التحتية كان من الأهمية بمكان وضروري للغاية من أجل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات في مصر. ده من جانب. من جانب تاني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على اللقاء والاتصالات المباشرة مع كبريات الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين من أجل الاستثمارات الأجنبية في مصر وعرض حزم الحوافز والامتيازات صحيح. التي بتقدم للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية في مصر في كافة المجالات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص كل الحرص خلال زيارات سيادته الخارجية وخلال مشاركة سيادته في كافة القمم والمنتديات والاجتماعات الدولية على لقاء مجتمع رجال الأعمال والشركات الدولية الكبرى والعمل على هي إلى أرض الوطن في كافة المجالات انطلاقا من اهتمام سيادته بدبلوماسية التنمية الاقتصادية ومن أجل العمل على تحقيق النهضة التنموية الشاملة في مصر في كافة المجالات. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.